هذه الذكرى العطرة. أنا قابلت الإنبا بولس من 7 شهور بس، فعلا زي ما بنشوف في المسلم رحمة سيدنا النبي، شفت في الإنبا بولس سماحة السيد المسيح عليه السلام. فنشكره مشاركته بنا النهاردة. كل عام وأنتم بخير. كما قال قداسة الأخ العزيز، لا يوجد مرتبط بالله إلا ويقبل الآخر. يعني حينما تكلم عن المسيحية في الإسلام، الآية واضحة وضوح الشمس، لا إكراه في الدين، وآية أخرى تعبر عن قبول الآخر وعن التعايش وعن المواطنة. لكم دينكم ولي دين، لك اعتقاده، لكننا نعيش نقبل الآخر، المواطنة، قبول الآخر، ده مهم جدا. أي واحد لا يقبل مواطنة أو معايشة، إذن احكم عليه وأنت مغمض العينين بأنه بعيد عن الله.